ايوا جايز كيفكم اليوم؟ شو اخباركم؟ شو بدنا نعمل فيديو؟ سعوديه برافو. اليوم الاكل رح يكون جزائري. جزائري طبعا. الجزائري محتله عنا المرتبه الخامسه بالجمهور. عيب. رابعه. المركز الثالث. نحن عملنا الاول فلسطيني، هو مش موجود جمهور فلسطين. محتله المركز الثالث الجزائر عنا بالجمهور. طبعا تحيه للكل اللي عم تابعونا من الجزائر. مارك اول مره بتعرف على المطبخ عندنا هون، مشان هيك بعده متفاجئ يعني. هلا كالعاده بنفوت على الغباء الاصطناعي لنشوف شو بده يعطينا. اعطني اشهر بالعالم اكلي. واحدة من أشهر الأطباق في الجزائر وهي الكسكس. هو طبق تقليدي يتكون من حبوب القمح المقشورة والمبللة والمبخرة. بابا نحن مش فريق كرة قدم من تعمل. طيب أنت بتعرفي تعمليها أو عندك هيك؟ لا. شو هذا؟ ولا دقنا الشيف عمر هلا. طبعا بما انه عم نعمل اكل جزائري فخلونا نحكي لكم شوي عن تاريخ الجزائر المشرف. بغض النظر على انه الجزائر هي بلد المليون شهيد، الجزائر هي كمان اكبر دوله افريقيه وعاشر اكبر دوله بالعالم. طبعا لا تشوفوا مساحه الخريطه اللي رسمينها الامريكان لانه هن بيحاولوا يصغروا كثير بالدول العربيه. روحوا على موقع ترو سايز وتفاجئوا بمساحه دوله الجزائر. وبما انه عم نحكي عن الاكل وعن الكسكس تحديدا، فالجزائر تشتهر باكثر من اكله بطريقه كثير عالميه، واللي منهم هي الكسكس طاجن الجزائري والكعكي الجزائري. كمان معلومه صغيره اكسترا حاعطيكم اياها، الجزائر هي من اكبر الدول المصدره للبترول والغاز الطبيعي بالعالم، فمنشان هيك تخر انك جزائري. مكونات حيصه هني بصل، لحمي، جزر، كوسه، فليفلي احمر حمراء، فليفلي حرة، فندورة حمراء، كزبرة، ملح وفلفل، زنجبيل، بابريكا. ليتس جو. قطع أول شيء البصل شرائح. يا جماعة لحقت لكم أم اللول لأنه كانت رح تبلش وتطبخ يعني. لا عم استناك لتحط الكاميرا. حط عليهم زيت زيتون تقريبا شيء 4 ملاعق أو 3 ملاعق البصلات ونقلبهم. سوت البصل وهلا رح ننزل عليها اللحمة. طبعا كل ما كانت اللحمة مدهنة كل ما كانت أطيب. أنا رح أحط لحم ورح أحط عظم، فاصلينهم عن بعض. يا جماعة كل واحد فيكم يكتب لي أيه هو اللحم المحبب على قلوبكم أكثر شيء، إن كان خروف ولا إن كان جاج ولا إن كان جمل ولا شو ما بدكم. ونحن نعمل له الطبخة. لا يا بابا مش رح نعمل طبخة، بكفي. نخلي اللحمة لما تاخذ شوية لون يعني هيك مثل كأنه محمر بس. هذا صوت التش هيك بالأكل بدكم تطلع صوت هيك. هسه في شيء عم بصير أسطوري، صح ولا لا؟ صح. ميمي تعال شوف كم دولة عربية حافظ أسمائهم. بعرف شو اسم كل دولة. لبناني، سوري، سويتا. هاي مدينة، هاي مش دولة. كازاكلاند. 22. برافو، في 22 بلد عربية اعلنت فيها، بس كم وحدة فيك تقول تحكي منهم؟ بعرف شو اسمه بالدولة. إمارات، سوريا، مصر. طيب وهلا نحن شو الفيديو عم نسوي؟ عم نسوي سعودية. أما إمارات؟ لا. الجزائر. الجزائر. شوفوا كيف اللحمة أخذت لون. يا سلام، ياس يا جماعة نحن تحت القصف هون. اللحمة أخذت لون، صار فينا نحط عليها البهارات. بهارات اللحمة هون فلفل طبعا. وكركم. يا جماعة قال الكركم هو شيء أساسي. كركم. وشوية بابريكا. يلا استمر بده يعملنا دندوره. روحي انت شو بعرفك بالشغل؟ قد جاي تساعدنا يا زلمه ما بتعرف تعمل شيء. حطها هون على الخشبه. رح غسل الخضره اللي بدنا اياها قبل ما تعملوها. يلا بابا شو عم تذبحها ولا؟ انا لسه عرفت كيف. اول شيء حط هيك بعدين هيك وهيك وهيك. هيك هيك. بعدين بس انت حطها المصاري بعد. بس عرفت كيف. بس عرفت كيف بابا. بس عرفت كيف. بس عرفت كيف. شو بيقولوا بالجزائري عن البندورة؟ بندورة لحمة. طماطم. 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 وهلا جبنا يا جماعة كيلو طماطة حطيناها بالخلاطة. يا جماعة اللي عنده ولد يحاول على طول يعلمه على أي شيء ممكن يكون خطير مثل السكين ولا يشتغل بالمقص ولا أي شيء، يعني لا تفكروا الموضوع غلط، بالعكس حاولوا تعلموه عليه مشان يعرف يتصرف مع هاي الشغلات، لأنه بس تقولوا له ها ممنوع ممنوع راح يروح يجربه وأنتوا نايمين ولا أنتوا مش بالبيت. أيوه ورب يبارك الجميع. حطهم بالخلاط ليسويهم كلهم صوص على الآخر. عندنا البندورة
البندورة كثير لونها فاتح، طلعوا كيف البندورة عنا. فحسيت رح يطلع المريق مش كثير ضابط، رح حط شوية دبس بندورة. اوكي سوي ما نحطها ملعقة يعني بس. وهلق رح ننزل عليهم البندورة. هني بيقولوا لازم تكون البندورة كثير حمراء، بس نحنا يعني جبنا بندورة حمراء ومن جوا هي مش مستوية كثير. الله يعطيك العافية يا ابو الزول على القوام البندورة اللي عملتها. اني ابو اني عملته طبعا. السر انه اني مارك عملنا البندورة، انا قطعته وهو حطه. هلا بدنا نروح نغلي مي مشان نحط عليهم مي مغليه بعد ما نحط مي. يلا عبي بريق المي. وين بريق المي؟ روح جيبه. من هون. ايوه هيك يا بابا. في هون الكبسات. هذول شو يا بابا؟ هذول كبسات شو؟ له 3 سنين عندنا هذا. طبعا هن كمان بحطوا مع حمص، بس عندنا لانه في عالم ما بتاكل حمص بالمره، فنحن ما فينا نحط حمص. نحن ما عم نوجه اصبع الاتجاه مع حدا. مع عندنا كمان اللي ورا الكاميرا نفس الوضع على فكره. طبعا فيكم تزيدوا قد ما بدكم حسب قديش بدكم مرق. كل ما كان المرق اكثر كل ما كان افضل. هلا بنحط عليها كزبره. طبعا يا جماعه الاكلات المغربيه تبع المغرب العربي، جزائر، تونس، ليبيا، المغرب، كل وحده اطيب من الثاني، مع انه الاكلات ثلاث ارباع حاره، كثير حاره لدرجه اللي مو متعود على الحر ما في يتحملها. في مثلا اكل ليبي نحن بنحبها اسمها المبقبقه الليبيه، كثير كثير طيبه، كثير شيء اسطوري. فالاكلات المغرب العربي هن اساسا بحر ما بيخلص، يعني في كثير انواع وفي كثير طرق كثير بشكل كثير حلو. يعني هلا رح نقطع الخضره. فيكم تستخدموا اي خضره بدكم اياها انتم، بس انا حطيت جزر وبطاطا فليفلي وكوسا. تخيل هذول هني الاساسيين كمان، واللي حابب يضيف شيء بيضيف. رح نقطع الجزر بهالشكل. يا جماعه ريحه المرق تبع اللحمه كثير طيب. شوفوا كيف قطعنا الفليفلي، يعني هيك يكونوا القطع تقريبا يشبهوا بعضهم، لانه اسا بتعرفوا ليش اخر شيء شفتن انه عم يشيلوا اللب منه. رح شيل اللب، ما رح شيل كثير لانه احنا بنحب طعم الكوسه بالطبخ. يعني ما بعرف اذا حدا بالوطن العربي عنده من نوع هاي الكوسه. في كل شيء بالوطن العربي. هاي الكوسه في منها بالمانيا وما في من النوع اللي نحن بنعرفه بالوطن العربي، بس كثير كثير طيبه، وانا عندي اياها اطيب من الكوسه العربيه كنا بناكلها. مين من البنات اللي عم بتابعونا من الجزائر بيعرف يطبخ الكسكس، او هي طبختها؟ يعني طبعا مش تجي تقول لي والله انه ماما بتعملها او شيء. مين هي مجربه تعملها وكيف طلعت معه؟ رح حط معهم بس قرن واحد حر، يعني نحن بنحبه بس ما بدي كثر لانه ما رح ياكل معه. فتح وما بوسي وانا عارف. موديل اسطوري، الموديل المنظر كل دولة عربية عم تفاجئنا بطاقات اسطورية. عن جد شكلها بتشهق. عن جد طيبة كمان. الريحة كثير طيبة. أنا شخصياً صرت حس بعار إنه نحنا ما بنجرب، ما بنحاول نجرب أشياء جديدة، واللي هني أمشي هني أكلات عربية. ليش ما عم نجرب أكلات عربية من كل دولة بشكل عام؟ ليش ما بنطبخهم أساساً بالبيت كل يوم؟ تخيلوا نحنا بألمانيا يمكن مرة واحدة عاملين أكل ألماني مجربينه وكانت طيبة، يعني أكل ناجحة كثير. بتعمل أكل إيطالي، بتعمل بيتزا مع كورونا، بتعمل بيتزا بالفرن شيء بالمايكروويف حتى بالجاهزه، هي بس بنحطها بالفرن. هو هني بجمدوها، هني ما بيعملوا شيء نحن بنعملها، هني بس بجمدوها ونحن بنجيبها جاهزه ونحطها بال. شايفوا مكبرني؟ طبعا مارك بضل عم يستنى ليصير كبير، ما بعرف ليش. اللي صغير بالعمر لا تستنى لتصير كبير، عيش حياتك كل دقيقه، لانه الكبير اللي مثلك عم يتمنى يرجع صغير. عرفتوا شلون؟ هي اول مره يا جماعه رح نجرب الكسكس. في ايدك وحده؟ رح نحط عليها زيت نباتي مشان ما تلزق ببعضها. هلا بس نحطها بالمصفاية. هلا رح نحط عليهم مي عاديه مش مغليه او شيء. يلا هلا رح اتركهم لما يتشربوا كل كميه المي اللي حطيناها، ونرجع نحطهم بالمصفاية فوق اللحم. هلو طلع عنا مشكله، نحن لازم نعمل الكسكس مهبل تهبيل، فلازم نحط عليه مصفاية. فانا عندي هاي المصفاية، شوفوا شو طبعا مبين الاثار. حطيتها لما نحط عليها الكسكس عم بتدق بالمرقة. هي ما لازم تدق بالمرقة، بدنا نحن نقولن هلأ كلياتن هذول على طنجرة أكبر، ونحاول نحط هذه تكون من فوق. جماعة هاي طنجرة جديدة بعدنا كنا مخبينا، بس فيدا الأهل الجزائر كله. وهذه أعرض وهذه أطول، فطلعت نفس الشيء. هون يا جماعة بنحط هلق عم نحط الكسكس بالمصفاي، ولازم الكسكس يصير على بخار. يا جماعة إسا صار دور إنه عملوا المرحلة الثانية للكسكس. فضيهم هون بالصينية أول شيء. طيب كيف تعرف إذا استوى أو لا؟ لا هي مو محروقة، هي دقة فيها المرقة الحمراء. رح نحط عليهم سمنة، طبعا سمنة حيوانية لازم تكون.
كب جايتين. اه بس هيك شوي يعني مو كثير. لا لا بس هيك هني بحطوا مي بس انا لانه دقرت بالمرقة قلت خلص بحط عليها مرقة بما انه هيك. والله انت يمكن تخترعي فكرة هلق للجزائريين انه يصيروا يعملوها بالمرقة. جربوها جماعة الجزائر. هلق بنرجعونا على النصفين نفسها؟ طبعا شوفوا جربت مشان يطلع المنظر. يا اخي شو هالدعم؟ شو هالدعم؟ يا لولو شو هالدعم؟ شو هي صحن؟ شو بابا صحن جزائري مغربي تونسي. هذا. طيب هو منظر الصحن لحاله وشو ما تحط حط فيه تبولي بصير طيب. بابا شو ردة فعلك على المنظر؟ أنا حسيت إنه هذا منظر الصين. منظر الصين. منظر الصين. كالعادي ببلش المقطع المفضل للجميع، المقطع اللي كلكم بتكروا عليه للاخير، بتعرفوني ما بعرف انه انتم عم تكروا الفيديو لاخر شيء، انا راح ذوق شو كل مره بدي استناكم. راح ذوقك انا. قطعة لحمة، حط قطعة جزرة، اوه والله صارت كبيرة، بسم الله. طيبة مش هيك؟ شو طيبة؟ طيبة. يلا تعال ناكل كلنا سوا. شو مش طيبة؟ شهي ها؟ شو مش طيبة؟ بدها ملح بس بدها تكة ملح بس فيها حلاوي بالمرقة وبالكسكس. أول مرة بدوقه على فكرة يمكن أو ثاني مرة بس كنت كثير صغير. طبعاً الكسكس فيه طعم كثير رهيب، يعني اللي بفكر الكسكس مثل طعمة البرغل هو أبداً غلطان، أنا هيك كنت متخيل. كل لقمة بتطلع فيها طعم الشكل لأنه أنت ما فيك تحط كل المكونات بنفس الهي، فمرة معكوسة مرة مع بطاطا. عن جد هاي هي حاطين إنه هن اختياري الخضرة اللي واحد شلحوني الملاعق. أوكي هلا هاي رح أعملها معكوسة، أنت بتنقي شو بدك، في مع جزر، في مع فليفلي، أقسم بالله العظيم إنه أكلي مميزة وغريبة كثير، يعني حسيت حالي هلا عم باكل أكل جديد. مارك كان عم ينفخ ملعقة، برد الملعقة تبعه فشوفوا كيف نفخت هون. عمل نفخة إلكترونية. صراحة مش كثير قادرة أوقف أكل، تقييمكم يا جماعة. ما حدا فاضي رح تخلص صينية، شو تقييمكم؟ بكل ضمير واحساس وبعقل واعي رح اعطيها 9.3. والله لا عملت ريمونتادا اليوم، الاهل الجزائر عملوا ريمونتادا على مسخر فلسطيني. انا 8.8 انا 9. اوه هذه قليل ما تعطي هيك، هذه عجبتني كثير والله. طيبه عن جد. لهون بيكون خلص الفيديو عيلة يلا فلو. كالعاده اذا كنت جديد على القناه وحبيتونا فلا تنسوا لايك ولا تنسوا تجربوا الاكل هاي لانه كثير طيبه، شير وسبسكرايب، بنحبكم كثير، باي.